بس بقى خيابتي لسه بترفع وبتنزل بترفع وبتنزل. لازم سيدي لازم. بتعرف يا ابو حدو شو راح اعمل فيك؟ شو؟ قل لي شو اللي ما راح اعمله فيك؟ انا هتعمل شيء يا ابو نوزة. مين؟ الكبير؟ ايه الكبير. بس يا كبير هذا الافندي قاتل 3 فرنساوية بالطنبور تبعه. قضاء وقدر. عم اقول لك يا كبير فات هو والطنبور ب3 فرنساوية وقتلون. هو اللي فات فيهم ولا الطنبور؟ هو والطنبور والبغل. ايوه بس قال لك الكبير انه قضاء وقدر مسيك. افهمنا هذا القضاء وين القدر؟ بالكيس. انا بالصبح اقول قضاء وقدر. اسجل سلاحك. هي هو نالو الحقوني. ايه عليك يا ابو حدو، انت مخطط لها ولا صدفة؟ لا انا مخطط لها من زمان. بريه عليك يا بضاي. بور يا كبير. بكرة كل عضوات الحارة معزومين عندي على الغداء على شرف العملية. صار خاطرك ابو حدو. السلام عليكم. الله معكم. يا بي انت عن جد كنت مخطط للعمليه ولا هيك عم تقول له؟ لا انا كنت مخطط للعمليه. يا بي شلون كنت مخطط لها يا بي؟ انا كنت معك وانا كنت عم بلعب برباط الطنبور وفكيت الطنبور بالغلط يا بي وفلت مني الطنبور، بقى شلون كنت مخطط لها؟ انا كنت مخطط لها لانه بعرفك بتضلك تحركش وتمركش، اخذتك معي مشان انت تفلت الرباط الطنبور ويفلت ويروح على الفرنزاويه، شبنا؟ بس الله يلعن ابوك على الروحه روحت الطنبور. لك مين قال لك تلعب برباط الطنبور يا حمار؟